الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى أبواب صفة الوضوء ويسيسيغا سفديس أبواب تيكا والربي سويه فرضه ويسيسيغا كيس فرالكا وسننه فرضه صفات هذا فرلك وسننه هي سنياشا صفات ويسدوا إلى ذا. الوضوء ومستر كي وفعل كي معنى التوضؤ أو يسيسي مركوود ولا جدا مركو يسيسي معنه يهي haddii looga jeedo biyo lagu weysaysinayana alwaduu baa la yidhaahdaa. Wuda waa la fatxiyaa, waa la kordhaba. Sida waxaa sheegay in badan oo ka mid a ahluluqa qaarkoodna waxay yidhaahdeen oo a'immada waaweyn ee luqada ka mida sida asmaci iyo khaliil iyo azhari iyo labada xaaladoodba wuda waa la kordhabayaa. Alwaduu haddii weysaysi looga jeedo iyo alwaduu haddii looga jeedo biyihii lagu weysaysanayo. Qaarkoodna waxay yidhaahdeen labada xaaladoodba waa la godi karaa. Walamru fii dalika waasicun, sidii loo akhriyaaba wax dhibi kuma jiro. Alwuduu min alwadaa ayay ka timi alxusnu quruxda iyo annadaafa iyo nadaafadda. Maydhista xubnaha la maydhayana waxaa magacan wuduu loogu bixiyey لأن هذا الغسل ينظف بدن المتوضي ويحسنه ويجمله. أما رست صوح نظيفين إساء ولكن إساء قرحين إساء وفك ويسيستي تركي سيحبناها سيوميري. باب الدليل الدليل كيبو باب يهي على وجوب النية نيوات ابن مدد والدليلها له ويسد نيد وعي واجبتي وركا ويسيسيقو وفرل وحانو فرل نقر يا مركا قفك ودونيين وتكدو سيلا هاي سبحانه وتعالى ولي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا مركا ودونيين وقبتوح ويسد وعي شرد وطهاي sida taabashada kitaabkii qur-aanka ahaa dawaafkii oo culimada badankoodu ay shardi uga dhigayaan weysaqabka iyo wixii la halmaala. Baabkan u horeeya sheekhu wuxuu kaga waramay shardi ka mida shuruudda weysaysiga oo haddii la waayo weysaysigii ama maydhistii xubnaha la maydhay aanay noqon ahayn cibaado, qofka ilaahay subxaana watacaala u dhaweysa waajibkii saaraana ka gudda. Shardigaasi waa niya, waa inuu qofku niyaysto weysaysiga. Markaa baabkan wuxuu tilmaamayaa daliilka tusinaya niyadu inay waajib tahay marka la weysaysanayo. can cumara ibn alkhataab radia allahu canhu qaala, wuxuu yidhi سمعت وحان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إساقوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال أعماشا صحتان كيدو بالنية أي مصحوب وامل الله صاحب سنة والله صعود بالنية نيدا أما بالنية كائن بسبب النية نيدا سابتت بدكو حاصل يوي وإنما لامرئ قفنا وحا أسغن ما نوى وحنيودي ومن كانت قفك يا هاتي هجرته هجرات كيسو إلى الله ورسوله أي نية وقصد حق النية هي قصدك إلى الله ورسوله مدو إله سبحانه وتعالى ولقستي يا رسولك وتقستيسا فهجرته هجرتي سو
حكما وشرعا وثوابا حق حكمك شرعك أي أجرك إلى الله ورسوله بيهاتي ومن كانت كياته هجرته هجرته إلى الدنيا إلى أجل الدنيا الدنيا أوجد يصيبها أي يحصلها أو حاصلها أو هيله أو امرأة أمك بد أوجد يتزوجها وقرصده حق قصدك أي نيادة فهجرته هجرته حق شرعك أي حكمك إلى ما هاجر إليه وحاوه جروده بيهات رواه الجماعة. حديث كان وحديث كي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا حديث عظيمة وانا حديث كان علماء يقول لسان قاعدة كم إذا قواعد فقه أي ووين قاعدة لرادة الأمور بمقاصدها وانا حديث كان وأصل وياهي أبواب بدن وأبواب الشريعة كم إذا كنا سوى أرورا لون الدليشدة وأن يد ملف رب بدن أي جليسة إمام الشافعي وكير يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه الضباط باب وأبواب الفقه كم إذا أي حديث كان الجلاء بمعنى لون الدليشدة وحكم كيس الغد ساء الغد بنية إنما الأعمال بالنيات حصر بهالك كتيرا أما كوبيس تركيب كنوعنا وإنما هذا ومن صيغ الحصر وأكل الشيء حكم كإن لو سقه عدان السقه إن لقاء فيه أو لو ديده ساسو كلا الأعمال أشياء كتير تلف تيدوا استغراقية وي وحمرك حصر قاسي وفائدين إياه عمل الله إن الله أقبلهين وأنصحهين نيا الآن وماشي إن وحل قدروا أيها الضروري لغو مارمانا هذا الماشي كو قرصوني لصوم وشيو وحل دلالة الاقتضاء يقانين علماء أصول الفقه وحل قدر أيها أما وجود بو نقون أيها أما الصح بو نقون أيها أما كمال بو نقون أيها وجود الكلام قدري كرو لما أوران كرو إنما وجود الأعمال بالنية أعماش وحل لغوها لا نيو وعمل بلا نية عدبا مصم يصو طالما أوران كرو ويوحى شراء عمال بدن الله سمعيه يدو نيان الله سعود تكالا شريعة ومي إيمان إن إيدادك وقوة رانتون موجوداتك وحيابها شراء شريعة وحي أتمينة عبد إيسا حكامتها وإيه إلا ما نعرن كرا كمال باللوغة شيدا وإنما كمال الأعمال وإي أصل كوحها إن وجود لقدره را عمل لما هي نية الآن تاو حديدة واشاقنا مركا كمال كنا آد بو وقفوق ياهي وجود كي يتشيري تانك وحاو قد وي مركا مرا دين لديدة وجود كي ونيادو ين عمل كتشيري تانك إذا شرد قطهاي مرا دين لديدة وحاو قد وي كسوحي غا صحة أي نقرس وصحة ألسق بالوجود من الكمال ولهذا أقول إنما الأعمال إنما صحة الأعمال أعمال صحة تانكيد هي إلا أقبلها مصحوب بالنية ومد نية الله صاحب وهذه النية آن إلا سعان عمل كي لما أقبله نية نوى إرادة القلب الجاذب ودورست قلب جاك وأنوي أعماشنا لك وحلو تشيدا الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله أعماش التي دي إلهي اللي قد هذا أما فرلا نقطة أما صنع نقطة وهي أعماش كلن يدو السيدة شرد قماها وقفك إنو حنية إنو حابية إنو ساحدية إنو صوت وصية يدو شرد قماها إن أجر لقيا الأعماش النوع عاصية يدو شرد قطعي لكن سوى شرد قماها وعلماء اسكوا وافقين أعماش وحي مقصودة اسكي اللو الدونية إن نيد الشرد وطاعي وهنا اسكوا خلافين وحا الله يقالنا وصائش أعماش أعمال كالالوصين مروح مركا ويسدو ووصيلو وودا اللوصين مريو صلاة دي ولهذا ويسكوا خلافين نيم يا الله شرديا علماء اسكوا وحيو بدين نيين الله شرديا
marka laga reebo xanafiyada oo iyagu leh niyo looma shardiyo, in niyo loo shardiyo ayaana sax, waayo camalkaa in la maydho xubnaha afarta ah cibaadana waa noqon karaa, caadana waa noqon karaa. Ujeeddadu waxay noqon kartaa isnadiifin ama isqaboojin bay noqon kartaa, isqurxin. Waxaa kaloo ujeeddadu ay noqon kartaa cibaadaysi. Labadaana waxaa kala saaraya waa niyada, oo niyada xikmad iyo ujeeddada laga leeyahay waa tamyiizu alcibaadaati can ilcaadaati almushaabihati laha, waa in cibaadaadka laga sooco oo laga saaro caadaadka isshabahaan. Oo maydhistu waxay cibaado ku noqonaysaa niyo, waxay caado ku noqonaysaa niyo, inamaa likulli imriin maa nawa. Marka haddii niyadaasi la waayo, waxaan kala baxahayn maydhistii cibaadada ahayd iyo maydhistii caadada ahayd, labadaasi ayaan kala baxahayn. Wainamaa limriin maa nawa, qofna wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto. Culimada qaar waxay yidhahdeen jumlada horun bay adkaynaysaa, inama alacmaalu biniyaat, laakiin sidaa saxda waxay tahay inaanay adkaynahay, inay hadal cusub ay tahay, waayo at-ta'siisu awlaa min at-ta'kiid. Hadalku hadal cusub inuu noqdo oo macno kale faa'iideynaya ayaa ka mudan in la yidhaahdo hadalkii hore ayuunbuu adkaynayaa macno kale oo dheeraado isagu uu tusinaya ma jirto. Waxaanay faa'iideynaysaa jumladan dambe, ana alcaamila laa yaxsulu lahu ilaa maa nawaa, camalkii niyo ayaa shardi u ah, toora ayaana tusisay. Jumladan dambena waxay na tusinaysaa qofkii camalka sameeyey wuxuu niyeystay ayuunbuu leeyahay, oo hadduu wax niyeysto wixii buu leeyahay, haddaan waxba niyeysanna waxba ma laha. Walihaada buu inoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam, qofku xataa haddii khayr uu niyeysto oo aanu samayn, ajarkiisu inuu heli karo. Oo wuxuu sheegay nebigu, nin ilaahay maal siiyey iyo cilmi, oo cilmigiina ku camal falay, maalkiina ilaahay daraaddii u bixiyey, iyo ninuu ilaahay cilmi siiyo ilaahay maal aanu siin, oo le low kaana lii mithlu haadaa camiltu fii mithla aladii camila, haddaan xoolaha hebel haystoo kale aan haysan lahaa wuxuu hebel ku samaynayo kale, waa wejiyada khayrka in lagu bixiyo ayaan ku samayn lahaa. Fahuma fi lajri sawaab, uri nebigu calayhi salaatu wasalaam, labadaasi ajarkii waa ka simayay, kii xoolaha laa ee bixiyey iyo kii aan xoola haysan. Laakiin niyadiisu ayad hadduu xoola helo inuu ilaahay daraaddii uu bixiyo. Marka qofku wuxuu niyooday inuu leeyahay ayuu xadiidkaasi u tilmaamay. Xadiid kaloo labidiina waa jirtaa, faman kaana hijratu ila allahi wa rasuulihi fahijratu ila allahi wa rasuulihi, waxay tafsiir u tahay in wainamaa limriin maa nawa, oo qofkii qasdiga uu hijrada ka leeyahay tahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ajar kaga doonayo raalli ahaanshihiisa. Nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam u tegay u nusraynayo, dee hijradiisu xagga xukumka sharciga ah iyo xagga ajarkaba taasay markaa ku xukum qaadan doontaa. Ka hijradiisu ay tahay adduunye awgeed, ama gabadh uu guursado, gabadhu adduunyaday ka mid tahay waxaa si gaara loogu sheegay, waa fitnada dumarka ayaa badan, isna waxaa dee uu hijrooday ayuu heli doonaa oo adduunye ah ama gabadh uu guursada ah. Hijraduna asal ahaan ama luqaan waa tarku, sharcana wa tarku maa naha allahu can, wixii ilaahay ku dideen aad ka tagto. Walmuhaajiru man haajara maa naha allahu can, waa kari nebigu calayhi salaatu wasalaam. Muhaajirka dhabtaahi ama dhamayska tirani waa ka taga wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diiday. Halkanse waxaa looga jeedaa nooc ka mida ka tegistaas oo alintiqaal min balad alkufri ilaa balad alislaam, in laga guuro oo laga tago dhulka gaalada lana tago dhulka islaamka. Waxaa kaloo dhacda in loo isticmaalo alintiqaal min balad alkhawfi ilaa bilaad alamn, qofka muslimka ay beledka baqa uu ku haysto, diintiisa aanu ku ilaashan karin, aanu ku camal fali karin, uu ka tago oo beled kaloo nabadgelyo uu ku helaya inuu tago, walow beledkaa kale laftiisu beled gaalaha noqdee. Sidaa saxaabadii maka ka hijrooday oo bilaadu kufrin markaa ahayd ee u hijrooday ilaa alxabasha, oo iyada lafteedu bilaadu kufrin ahayd.
حديث كان وحد دليل يهي قودهان أعماشا إلهي اللي قلنا وهذه طاعات كعبادات كنيدو إلى الشرد وطاي وعادات كشبهة أيالو كلا صارا وأنا أعماشا عبادة إسلامر كأي ترتع عادة أي سوء يجيه داني ترين عادة أي سوء يجيه نيدو شرد وماها وحكى له نيدو أي كلا صارا عبادات كلفتو دي فرالكي إيه صنيه فرالذي كلا دوانا لفتو دا صنياشي كلا دوانا لفتو دا أي كلا صارا باب التسمية مقعد بست إلهي لمقعد بأي أبابي للوضوء إلى أجل الوضوء ويسيسيق أوقي باب كان وحكو رامي مركا لويسيسان أيوه إن ويسيسان مركا بسن كالاقوب بلابا بسم الله اللي راهضو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر لا صلاة الصلاة لمن مدو ما السقنان لا وضوء ويس له السقاني والسقنان وميدا ويسيسن صلاة لغا أقبل ماهي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع يا لا يقبل الله صلاة بغير الطهور كوروا حديث كأبي هريرة في الصحيحين في البخاري ومسلم كدمنا حديث ابن عمر في صحيح مسلم ولا وضوء ويسيسن لمن مدعو مصغنان لا يذكر اسم الله عليه أن ويسيسن بسن كوقبا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه حديث كريم لما مسألة يوكها ضلي مسألة كوبات وقفك عن ويسيسر إن الصلاة لك أقبلها تانا واحد تسي حديث الصحيحين وآخرين حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمر إلهي الصلاة قبل ما يو وتكذي قف ويسجب إلهي الصلاة قبل ما يطهر الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدين قوب كلامه ده وقال لنا وحوي يقف كمرك ويسيسنا يا بسم الله أنا روي سينا لقى قبلاهن حديث كروح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولي أحمد وحوص من هذا وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله حديث كان أكله وكان هلك أبو هريرة لجوريه كوح لجوري أبو سعيد يا سعيد بن زيد والجميع حديثها صورا في أسانيدها سنددها سند كوا سلسلة الرجع حديث كسوك للتبين إياه مقال باكو الصغن يعني وحبال لقي يدي ولا قشاق وقريب دو وبمعنى ضعف باكو الصغن آن آدو حوق بطنين مركوحو إيش الشيخ حديث كان إنو يا حديث الصغن سأصحدان حديث كان وحديث ضعيف وي شيخكم أتشير إنو لي هاي أسانيد طرق هي شواهد حديث كلا الدوان واسم الخاتف فريسة لكن وحموقته والله أعلم أسانيد داسينا نسحوقين هين حديث داسينا مرخاتي لا أقبلنا نسفر هين وأيو لأن بعضها شديد الضعف قاركو الضعف إذا كتيرا أما صابت ضعيف وكنا قونا إيه كتير تأي آدو الدران وبعضها غير محفوظ كو الاولان كرو ضعفك كجرا اد محوق بدننا الصواب باري اهين بو حديث مرسل او اسقو موصول لوريه موقوفه ومرفوع لغا دغه قابك نوعا سوي ولهذا با حديث كان ائمتي هوري بدن كودو اي ضعيفين ائمه ضعيفيه حكمه الامام احمد رحمه الله إمام أحمد وحر الله على في التسمية حديثا صحيحا إن مركا لويسيسرية بسم الله إلا يراد إن واجب تاي حديث صحيح أنه كوما أوغي ومع هذا قال باستحباب التسمية أدنى يدو صدا إتال إمام أحمد وحر بسم الله إلا يراد مركا لويسيسرية والسنة أي مدى ضعيف سواحة كم إذا الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو زرعة وابو حاتم الرازيان والبزار والعقيلي وغيره اي مدى صحيح ضعيف علماء صحيح سواء يري سيد بن ابي الشيبه وكلا ان تلمامه سوى حديث كان انه هي حديث سوغان ثبت لنا النبي قاله الدارقطني كتاب كيس العلل سيفي عمرو التخريجيه وكذلك الحافظ ابن حجر كتاب تلخيص الحبير
شيخ الألباني كتاب كيس إرواء الغليل إن كستو يساقو حسن وكان لقيس إذا الصواب كنا يتاي حديث كرير وضعيف يعني. وقال البخاري وحد أحسن شيء شيء هو ناكسنا في هذا الباب باب كم قصة أروري وحديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد بوشيدة باب كان وحو قتشي ذا باب التصمية في الوضوء مركا لو يسنين بسم الله إلا يراضو حديث كاسر لو قاتل تاسنا تصحيح معها سيدا إقرأي طلبة العلم قيقان قواعد حديثك وهذا إمام كورا هذا الصح شيء في الباب أما أحسن شيء في الباب وكلو قاتل ويار معنهيد وما هو السقية ما هو صحيح معها ورشق البخاري رحمه الله تعالى حديث باب انقصها رورتين وضعيفين وسئل وحل ويدي إسحاق ابن راهوية أي حديث حديث كباء الصح لورن كرا ولوغو قاتي في التصمية فذكر وحو الشيخ حديث أبي سعيد ويساقنا وحو الشيخ وهي مسألة مركين أني ما أدنو حديث كواحد دليل شديع لماذا قار كود أو يري مركا لو يسيسان يا بسم الله إلا يرادو لغو بلا بواواج لكن صدرك حديث كوا ضعيف حتى أدو أن صحانا روايات كان شردك كنغا آيات تصمية دا ما بسم الله ويسيدا إن لغو بلا بواواج كوا سود ودو إيهو ماها روايات كنوع عاسيه الروايات كسود ودو والروايات كاستحبابي السنة نمية وحالك قادن كرو ولماذا بدن كود روحي رادين من الشافعية والحنفية والمالكية وكذلك حنابلة اللفتودة الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد بسم الله ويسد إن لقو بلابا والسنة أون مركا إمام بخاري لفت ساسور هذا باب التصمية عند الوقاع وعلى كل حال مركا عموم كأدلة يا بركة مقع إلهي سبحانه وتعالى لقو بلابا يا عملك أيوم بيودري شدين الدليل كلا أوقارة وسيقوني أوسو أروري مركا لو يسيسان يا إنبسن كلقو بلابا متشرو وصحيح باب استحباب غسل اليدين لبدا قعمود ميرستو دا السنين تلا السنين بابي قبل المضمضة لغشة دا كور وتأكيده أما وتأكيده وباب تأكيده لنوم الليل يا ميرستو لبدا قعمود لما يرو سنين ماذا دا أتكين تلا أتكيي مركا هردها بين لغسوة توصل مركا باب كان لبا مسلا يوكو الرمياء مسألة ظهر حديث كبابك وكب الآيبة والدليلة مسألة لبعضنا حديث كدام بيسا مسألة كواد واحد يتايقفك مركا ويسيسان ايوه انت آنو لغلغشادة قارين وفرح الشوء لبدي سقع موضع وميراء اني السنة طاي مسألة لبعضنا واحد يتاي قفك يهردك سوكعي قاران هردها بين انو قعميه سميراء انت آنو ويل كنحقلين عن أوس بن أوس الثقفي قال وحر رأيت وحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يتوضأ ويسيستي فاستوكف ثلاثا وكفك بيكو شبطي صدح جار وكو ميري أي غسل ميري كفيه لبديس كف لبديس عكر ميري رواه أحمد والنسائي حديث كوا صحيح بمعناه نوح قصة أروري في الصحيحين حديث عثمان فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما عثمان رضي الله عنه مركو ويسدي نبي عليه الصلاة والسلام ذات كوت ساليني أنت يا آن ويلكي قعنت دح قلين أيو قعنت سيبي يكش بيدا تلويسي قعمود بصدح تير ميري وحانو لرأيت رسول الله يتوضع نحو وضوء هذا نبي قوسان ويسيستي ويسيسري يانا اركيبو يلي وكذلك حديث كعبد الله بن زيد رضي الله عنه سينا الروايات كي سقار وكسع رورتي ويسد بلا وقيد النبي عليه الصلاة والسلام انو فرح الشيء مركا حديث كوحو الدليل وياهي سنياش ويسد اني كم التهاي انو فرح الشيء انت آنو الغلقشة ايو غيبها الدنبئي ويسادة آنو قارن هذا من سنة الوضوء
hadii marka niyadu ay ka horeysa ajir ku helaya hadaan niyadu ka horeynin niyada wajiga ula bilaabana farxalashadaasi bilaa ajir bay noqonaysa way niyadii baa ka maqan hadii uu markaa ka tagana dee ajirkii uu ka heli laa ayuun baa ku seegaya laakiin mid dambaabay noqon maayo oo gacmaha maydhistoodu waa dambaysaa wejigay ka dambaysaa intan la maydhaya la farxalayaana gacmaha la maydhayaaba asal ahaanba ay ka mid yihiin markuu ilaahay leeyahay waaydiyakum ila almaraafiqiyad waa faraha laga bilaabo ilaa suxulka وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده استيقظ مركو توسا احدكم مدكين من نومه ورددس او كتوص فلا يغمس يان وغلين يده وغعنتيسا في الاناء ويلك يان وغلين حتى يغسل الا امره ثلاثا صدح جير فانه لا يدري بحي الا اسو غلن مايو اين باتت يده وغعنتيسو هلكي كبريداي رواه الجماعه الا ان البخاري سي شيخ البخاري لم يذكر العدد maydhis unbuu sheegay saddexdaama sheegin wa fii lafdi tirmidiyi wabni maaja ida istayqada markuu toosa axadukum midkiin min alleyli habeenkii ay fi lleyl wa cali bni cumara ana nabiya sal allahu aleyh wasalam qaala ida istayqada hadduu toosa axadukum midkiin min manaami hurdadiisa uu ka tooso falaa yudkhili yaanu gelin yadahu gacantiisa fi linaai weelka xataa yaqsila ilaa gacanta uu maydhiyo thalaatha maraatin saddex jeer فإنه لا يدري ما حي ليس وقرن مايو أين باتت يده قعنتي سؤال كي كبريدي أو أين طافت يده قعنتي سؤال كي وريكتي يعني هل كي قشي حي طابت رواه الدار قطني وقال إسناده حسن مسألة ده روحي كساب سنتهاي غفكو أما هرداء كسوة توصو ama yaanu ka soo toosine marka uu weysaysanayo weysadiisa inay ka mid noqoto inuu farxasho masaladana waxay si gaara ugu saabsan tahay qofkii hurdo ka soo kacay oo xadiidana waxay tilmaamaysaa inaanu gacantiisa weelka dhex gelin oo biyihii aanu darsan amaba se cunto inuu ka qaato weelka oo ka darsado inaanu u dhex gelin ilaa gacanta uu maydhayo riwaayadka qaarna saad arkaysa waxay tilmaameen saddex jeer ilaa uu maydhayo marka arrinkaasi mawaajib baa maydhista noocaasi ahay weelkii in la dhex geliyo intaan la maydhin waa xaaraan mise waa sunna waxay culimmadu u badan yihiin oo aktharu ahli lcilmi ay ku tegeen inay arrintaasi sunno uun tahay in laga tagaana inay makruuh tahay yaani xaaraan ahayn waxaan arrinka noocaasi ku sabay waxa la aslu waa tahaara asalku waa tahaara weeye oo gacantan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray iyadoo daahira qofkuna wuxuu seexday gacantiisa oo daahira qofkii dee aan najaaso hore aan ugu ogeyn qofkii isagu najaaso ku huba ama mid hore u marsanayd ha noqoto ama mid intii uu hurday inay gacanta martay uu ogaaday ha noqotee kaa isaga inuu ka midha waajib bay ku noqonaysaa laakiin gacantii waxaa asal waa tahaaro najaaso lagu hubo oo lagu ogaadeena ma jirto nebiguna calayhi salaatu wasalaam maydhista wuxuu ku sababeeyey shaki laga qabo inay najaaso martay walyaqiinu laa yazuulu bishak tahaaradii la hubeena shakigaa ku suuli mayso oo tahaarada waajibkaa laguma dhisi karo shaki laguma dhisi karo marka taasi waxay tusinaysaa amarkana waajibin inaanu tusinahayn nahyigana taxriim inaanu tusinahayn ee sunna una ay tahay marka hurdo laga soo kaco gacmi aan najaaso lagu ogeyn in la maydho haddii la maydhi waayana wax oo weelkii la dhex geliyana waxaa lagu dhacay inuu yahay arrin makruuha un oo xaaraan aan la samayn waayo hurdada maalinta iyo hurdada habeenku waa isku mid beedha culimmada badankooda ereygana ayna baatat yaduhu tilmaamaya hurda habeen halkay gacantiisu ku bariday iyo riwaayaadka kuba cadba ida istayqada axadukum min alleyl aw fi lleyl waxay leeyihiin qayd maaha wamaaha macanuhu hurdada habeenkuna arrintan in lagu koobayo iyada marka laga soo kaxo inay sunno tahay in gacmaha la maydho hurdada maalintiina waa la mid waayo dee cilladiibaa ayaa mid qura ah qofku hadduu habeen seexdiyo hadduu maalin seexdo
waa isku mid oo dee gacantiisu waxay taabatay meel ay gashay warumaha iyo qof hurdaysmooga hurdada habeenkiina waxaa si gaara loogu sheegay uun lanna alghaalib waa nawmul insaan billeyl xaaladdu waxay u badan tahay dee qofku inuu habeenkii uu seexdo ayay u badan tahay laakiin alimaam axmed oo kale wuxuu leeyahy arrintani waxay si gaara u khusaysaa hurdada habeenkii isagoo qeydkaa riwaayad kusoo arooray markaa tilmaamaya ama daliishanaya waxa kale oo xadiidkan uu tilmaamayaa haddii uu barkad ama ceel amabase ballay biyo badan ay ku jiraan ama dhijaan uu gacantiisa geliyo inaanu xadiidka khilaafin waayo xadiidkan wuxuu si gaara ugu saabsan yahay weelka walaa yudkhil yadahu fi lina weelku raad iyo jeeraale dee waa yar yahay oo hadday gacmuhu najaaso leeyihiin dee najaasadu waa raadayn karta laakiin barkadaha iyo ceelasha iyo ballayada iyo haddii gacantii la dhex geliyo xataa ay najaaso leedahay dee waa biyo badani maadaama ay ku jiraan najaasadaasi ma raadaynayso oo bimacnaa ma bedelayso wuxuu ihi sheekhu wa akharu lculamaai culimada badankoodu xamaluu haada waxay ku fasireen ay ku xambaareen amarkan lays amray marka hurdo laga soo kaco in gacmaha la maydho intaan weelka la dhex gelin calaa listixbaabi bay ku fasireen ay ku xambaareen macnaa sunnanimo in arrintaas sunno un tahay mitlumaa kii oo kale weeye rawaa uu wariyay abu hurayra ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala inu ida istayqada markuu tooso axadukum midkin min manaami hurdada markuu ka kaco falyastanfir falyastanshiq hasan daarsada thalaaa maraatin saddex jeer faina ashayaana maxaa yeelay shayaanku yabiitu wuxuu uhoydaa calaa khayaashiimi dulalkiisu uu hoydaa mutafaqun calayh marka wuxuu leeyahay arrintan ku saabsan marka hurdo laga soo kaco in gacmaha la maydho amarka lays amray wuxuu la mid yahay amarka lays amray marka hurdo laga soo kaco in la sandaarsado weliba riwaayadka qaarkood waxay caddeeyeen weliba riwaayad bukhaari sandaarsiga marka hurdada laga soo kaco laftiisa lays amray inuu yahay fi lwuduul ida istayqada axadukum min manaami fatawadaa walyastanfir thalaaa faina ashayaana yabiitu calaa khayishuumi marka sida kaasi uu sunno u yahay sandaarsiga la sandaarsanaya marka hurdada laga soo kaco ayaa maydhista gacmaha la maydhiya marka hurdada laga soo kacana sunno uu yahay gacmo maydhista waxaa looga qiyaas qaatay sandaarsigaas sandaarsigaasina waa sunna bilitifaaq inaan waajib ahayn baa laysku waafaqsan yahay kanna waa lamid waa looga qiyaas qaadanayaa buu leeyahy sheekhu baabulmadmadati luqluqashadii buu baab yahay walistinshaaqi iyo sandaarsigii almadmadatu waa an yujcala almaau fi lfam waa in biyo afka la geliyo uma yuxaraka fiihi dabeetana lagu dhaqdhaqaajiyo culimo badan waxay dhaqdhaqaajintu shardiba ma aha biyuhu inay afka galeen ayaa madmado noqonaysa mar haddaanay shareecadu xad u yeelin luqluqashada waxay noqonaysaa in luqada loola noqdo luqada laga baadho maxaa madmado ama luqluqasho la yidhahda kutubta luqadana waxaa ku qoran sida qaamuuskii iyo wakayruhu inay tahay luqluqashada ama almadmada taxriiku lmaa fi lfam oo ahlu luqa biyo afka la geliyo qura madmado uma yaqaaniin madmado waxay noqonaysaa marka biyo afka la geliyada tana lagu dhaqdhaqaajiyo markaasay madmado noqonaysa alistinshaaq wa jacaluu almaa fi lanf uma jadbuhu binafas waa biyihii in sanka la geliyo dabeetana naqaska lagu jiido alistinthaarna waa ikhraaju almaai min alanf bacda alistinshaaq biyihii sanka la geliyey ee naqaska lagu jiidee sanka gudihiisa galay soo saarista lasoo saara ayaa alistinthaar la yidhaahdaa marka baabkan wuxuu ka warramayaa madmadiya istinshaaq buu ka warramayaa istinshaaqiina waxaa ka dhalanaya istinthaar biyihii sanka ku jira in lasoo saaro xukunka labadaas
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا وحوية عثمان بإناء ويل فأفرغ واقم بيه على كفيه لبدي سكف بكو قم بيه ثلاث مرات صدح جير فغسلهما وما يرأي فاسمحي الدليل تهي لبدا قعموت إلا ما يرأ ويسد بلا وقيدة إنا السنة تهي ويأرن كان النبي عليه الصلاة والسلام كأركيب الشاق ثم أدخل واقل اليمين وميدك تيسي في الإناء ويل كيبو قليه تاسين واحد دليل تهي ويل أفبرنان إلا قوي سيسن كرو gacantana la dhex gelin karo la dardarsan karo waxay biyuhu mustaamal ku noqonayaan fuqahaadu ay sheegana taamaas hore ay u soo sheegney waa in biyo xubinta lagu meedo xubinta ay ka daataan markaas ay mustaamal noqonayaan laakiin gacan baa la dhex geliyo waa laga darsaday mustaamal kuma noqdaan biyo famadmada waa luqluqde wastanthara waa sandarsaday oo istinthaarka laba macna waa loo isticmaalaa istinthaarka bimaana istinshaqa in bii sanka la galiyo istinthaaro ah in bii sanka laga soo saaro thumma dabeetana qasala waa meedho waji wajigiisii talaadan saddex jeer weeday labadiisii gacmoodna wuu meedho ilal mirfaqayn ay macal mirfaqayn labada suxul la isagoo la meeray talaadha maraati saddex jeer thumma dabeetana masaxa bi raasihi madaxiisii wuu bii ku masaxay thumma qasala waa meedho rijlay labadiisii lugood talaadha maraati إلى الكعبين مع الكعبين لبضى كرامات يقول كجرين توميري ثم قال وحر رأيت وحان أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضى ويسيستي نحو وضوئي ويسيدي إذن هذا تنوكله ثم قال وحر يري من توضى قفك ويسيستي نحو وضوئي هذا ويسيدي إذن وكله ثم صلى تكذر ركعتين لبرق عدوان لبرق عدوان لا يحدث آن وشي كين فيهما دحض نفسه ونفتيسه غفر الله إلى هوا دافا له قفك وأو دافا ما تقدم وحي هرمري من ذنبه ذنب جسكم إذا متفق عليه والحديث كان وحي المامي النبي عليه الصلاة والسلام ولغلق ذي إسلام أركان أو صندار صدي ويسد دحديدا وإن لغلق ذي صندار صدي ويسد كمتاي لكن حكم كود وامحي إن لغلق ذي إن صندار صدي مواتبا مسوى السنة culimadu waxay u badan yihiin shaafiiciyadu iyagoo kamida inay sunnah tahay in la luqluqdo iyo in la sandarsado waayo nabigu kaleey salaatu wasalaam ninkii carabiga wuxuu ku yiri tawadda kama amarka allah u weeseysa sidoo ilaahay ku faray sidoo ilaahay farayna waa sida aayada ku cad aayadana luqluqashay sandarsi minna luguma sheegin hadii la oodan lahaa wajiga ayay ka mid yihiin afka iyo sanku waxa la leeyahay wajhu wama taxsul bihi almuwajaha wajhu waa waxa cid lagu waajaho labadaasina waa baatin oo xagga gudaha iyo xigaan xadiitha qaar inoo soo socotaana wajiga iyo waa kala qaadeen afka iyo sanka oo afka iyo sankii wajiga gooni ayaa looga saaray yacni gudahooda loo jeeda dushan sare ee sanka iyo dusha sare afkuba wajiga la meedhay waa kamid ah al-ilmi qaarkood waxay yiraahdeen waa waajib al-madmada tuwal istinshaaq waayo istinshaaq oo sandaarsiga nabiga amar ku bixiyey bay yiraahdeen idaa tawadda axadukum falyajcal fiyaan fii maan thumma liyamtathir xadiidu abi hurayra fi lbukhaari wa muslim idkii markuu weysaysanayo sankiisa biyaha geliyo kadibna biyaha sanka ha ka soo saaro ha ka soo daadiyo وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حديث لقيد بن صبر انه صعدا سندارس كحل ديرو دانت صومنين لغلق شد هو حي دليشين حديث قال لقيد انه سو صعدا روايات كيس ميد كميد وحا كتمي اذا توضات فمضمد مركا ويسيستو لغلقو لكن روايه دا كلام با كسغن ابو داود با وريي وحانا او دودين تي روايه شاذه وانا صحيح المهم استنشاق النبي أمري عليه الصلاة والسلام أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى عباد قاطع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أمر كان عيد كتيرنا ولا إضافين ولا قدرية الأوران ما يأمر عيد كدم بيه لقادم ما يلوران ما يو
marka sandaarsiga isaga adiladaasi way abartay amar kura salaad waajibin buu faa'iideeya waajibinta daliil ka leexinaya lama hayo laakiin luqluqashada iyada wax daliil oo amraya uma hayno ficilka nebiga loo haya calayhi salaatu wasalaam ficilka nebiguna sunanimiga istixbaab ayuu buu faa'iideynaya waxaa kaloo xadiidkan uu tilmaamayaa fadliga weysada haddii sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo weysaysto kadibna la tukado laba ragcadood oo aanu qofku wax adduunye ku saabsan naftiisa aanu markaa ugu sheekayn haddii ay kusoo dhacdo qofku uu iska difaaco dhibaato male fadiladani ku seegi mayso demidhaafka markaa weysada lagu helayaana waa sakaa'irtaa la iskaga dhaafayaa kabaa'irtu iyadu toob bay u baahan tahay walihaada bay axaadiidu waxa weeyaan ay shardiday in kabaa'irta laga dheeraado wa can caliyin radi allahu canh annahu dacaa wuxuu u yeedhay biwuduu'in weyso biyo lagu weysaysta ayuu u yeedhu uhi halay keeno fatamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wanafara biyadii lyusraa gacantiisa bidix ayuu biyihii kusoo saaray biyihii sanka marka hore u geliyey wafacala haada saas ayuu yeelay thalaatan saddex jeer uma dabeetana qaala wuxuu yidhi haada tahuuru nabiy illaahi sala allahu calayh wasalaam taas waa weysadii nebiga ilaahay rawa axmed wanasaa'iyu xadiidkuna waa xadiid saxiixa wey waxaanu xadiidku daliil u yahay luqluqashada iyo sandaarsigu weysadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid ahaayeen waxaa kaloo xadiidka hore uu tilmaamay in gacanta midig lagu qaado biyaha lagu luqluqanayo iyo kuwa lagu sandaarsanayo xadiidkan calina wuxuu soo kordhiyey in istinthaarku ah in biyaha sanka laga soo saaro in loo isticmaalo gacanta bidix sunnuhu waa sidaas in gacanta bidix biyihii lagu soo saaro gacanta bidix lagu siinsado taas ayaa xadiidku uu daliil u yahay wuxuu yihi sheekhu wa fii xadiidka waxaa ku jirta maca aladii qablahu xadiidkii ka horreeyey marka loo geeyo daliilun baa ku jira tusinaya calaa anna sunnata sunnadu inay tahay an yastanshiqa inuu ku sandaarsado biyaha sanka uu ku geliyo bilyamiini gacanta midig sida xadiidka hore cuhmaan uu tusiyey wayastanthira biyihii sanka uu geliyay inuu ku soo saaro bilyusra gacanta bidix sida uu tusiyey xadiidkan cali radi allahu canh wa can abi hurayrata radi allahu canh ana nabiya sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa tawadaa markuu doono inuu weysaysto axadukum midkiin ama sharaca u gudagalay fi lwuduu axadukum midkiin falyajcala ka yeela fii anfihi sankiisa maan biyo uma liyastanthir deetana biyaha iska soo saaro mutafaqun calayh waayo xadiidkani markaa wuxuu daliil u yahay masaladii hore aynu sheegno ah istinshaaqu inuu yahay waajib maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray amarkaana wax waajibnimada ka leexiya aan lahayn وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال وحيري أمر وحفري رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والقشدي والاستنشاق صندارسك رواه الدار قطني بركة حديث كان حديث ضعيف وي وحا حديث كان مركة لقوع الليي بالإرسال inuu mursal yahay kadalika alidiraab fi isnaadihi waalifku wuxuu isku daytaa inuu ka difaaco wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yihi yacni daaraqutniya daaraqutni buu ujeedaay lam yusnidhu xadiidkan isaga oo mutasilo sanadkiisu xidhiidhsanyay kama warin can xamaad gayru hudba daawuud ibnu muxabar labadaasunba xadiidku sanadkiisu xidhiidhsan yahay ka wariyay xamaad xamaad ibni salama wagayruhumaana labadaa cidda aan ahayna xadiidka warisana yarwi xadiidku warinaya canhu ay can xamaad can camaar camaar ibni abi camaar ani nabiyi sal allahu alayh wasalam ulaa yadkuru ma sheegayo abaa hurayra bimacnaa xadiidkan ruwaadu mursal bay ka dhigeen oo camaar oo taabicii inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka warinayo hudba iyo daawuud ibn muxabarna waxay ka dhigeen mawsuula abu hurayra sanadkiisa ku sheegeen
قلت واحد يدبر المؤلف وهذا كسلا يضر النبي ماي لأن هدبة ثقة وهي خرج عنه في الصحيحين حديث كيسونا وكل جاي هاي بخاري مسلم فيقبل ولا أقبل يرفعه كريوريست وحديث النبي وكريالي بمعنى وصله بوشيدا وما ينفرد به يوحلك اليوم لكن إشكالك هو يهود بثقة هالنقضة هالنقضة هو يعني من رجال الصحيحين لكن لم يثبت على ذكر أبي هريرة وحديث كمرنا وحكرنا عن عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرنا السرواد كلا يؤور يوحكرنا عن عمار ابن أبي عمار عن رسول الله بكرنا ومرسل بكرنا رواية دي سوافق صن رواية كلا رواية دودة وتمرسل كأيان أرجح ولهذا أبو يري البياقي رحمه الله رواية هدبة موصول كسنة كده حريرسية مركو صواق هذا وحيري غير محفوظ وي عن وامدان سقنين وحديث كوح على سوخ لها في وصله وإرساله ما مرسل با وحديث تابعين ويكورني مسوا موصول السحابي أبو هريرة وكو حسن سيدا مركز صح دين وحي تاين ومرسل إياه كوا ضعيف حديثكم ولهذا لو بدل إيشان كراء لغلقشاد إيري واجب تاين مدام حديثكم ضعيف إياه باب ما شيء يجيبوا باب يجاء كصارور في جواز تأخيرهما لغلق شذا يصدر سجد بوليجستو دو إني بنان تاعي على غسل وجه وجه ميرستي سلقة ديب ديغو يولي يديني لبادا قعمود ميرستو ده باب كانوا يحكوس أبسان يهاي ومؤلف كباب كانوا أقوم تاعي لغلق شذا يصدر سجد إن ميرستو وجه يقعمال قدام بيسين كلا wajigi buu mayray gacmi buu mayray kadib buu luqluqdu sandarsad yana taasi inay banaan tahay ayu xadi aya baabkan markaa uu kaga waramaya ani al-miqdam ibn ma'di karib qala wuxuu yiri utiya rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulki ilaahay waxa loo keenay bi wuduu'in biyo uu ku weeseesto fatawada waa weeseesto ghassala wa mayray kafay labadiisa gacmo talaada saddex wa ghassala wa mayray wajhuuna thalatha thumma dayatara ghassala wa mayray dira'ayhi لبديسي قعمود ثلاثا ثلاثا صدح صدح ثم دبتنا مضمضة ولغلق ضي أنا مركو وجهي يا قعمي ميري كدي أيو لغلق ضي واستنشق واسندار صدي ثلاثا ثلاثا صدح صدح يعني لغلق شد ونا صدح صندار سي ونا صدح ثم مصح براسي مدحي سي وكو مصحي بيه وذني لبديسي لقود ظاهرهما لقود دشود وباطنهما يهوستود رواه أبو داود وأحمد وزاد وحو زيادة وغسل ومري رجليه لبديس اللقودنا ثلاثا ثلاثا صدح صدح كان أيوما يعني وهي حديث كاني وضعيف عبد الرحمن بن ميسرة أي سنة كيسة كتيرة ومجهول سدور علي بن المديني كذلك ابن القطان الحافظ بن حجر أن كتاب كيسة تقريب كمركو ترجمية وحو يري ومقبول يعني إذا طبع حديث كيسة على أقبالية مركا يعدك للأول اسم أما أدو لك اليوم حديث كيسة لما أقبل أيه واجب كنو حوية إن لغلق الشدو يسان دارس يقبائي كهر ريان ما يريست وجهك يقعمه وهي ترتيب الوضوء واجب ويسان لترتيبية واجب وهي ترتيب انت اذا نوحى الدليل فعل كالنبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن كان تفسير كوأه آيات القرآن كان لفت يد الدليل بيوتها يو أدخلت ممسوحا بين مغسولين إلا ما الصحة يوم هذا حقيا لما يريا إكلا ريح جلس وقعمها إيو لغة عرب لغة اذا نوحى لغوية قالنا أنه لا يفرق بين متجانسين إلا لقصد لابا اسكو جنسي يا اما اسكو نوعا لما كالجيو عدان كالجين تاو تشيدا على قلهاي وتشيدا كالومر كامان تارين تا على قلهاي هاي وموقتارا ما تشيرتو مركلا قرابا ينا الترتيب تواتي بتاعي حديث كان السادر كيسوا ضعيف ادو انصحي لهانا ومدني للنقدين انا الترتيب تو انا واتي بهاي ويسيدا نحديد وحدلل انو قول لها اول لغلق شدي يستندار سيغا إلا الدنبايسية إلا بنان تهي سامو ألف كوا وباوست الإمام النووي رحمه الله تعالى وحرى ثم هل كانوا كلا
marka la eego qaraa'intii adillada kale tartiib ma faa'iideynayso oo halkan waxay wawdi ayuun bay la mid tahay aan tartiibta faa'iideynayn وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قال أتيت أوان أمي ربيع بن أمي فأخرجت إلي وحي صارتين أول وقالت وحي تري في هذا ويل كان بان كنتها أخرج إن صار الوضوء بيها القوي سيسنيو لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيلين كسي يار فيبدأ هو بلابي جيرو فيغسل وحميري جيرو يديه لبيس قعمود قبل أن يدخله ما انتانو قلن ويلكا ثلاثة صدح جير ثم يتوضع ويسيسن جيرو فيغسل وحميري جيرو وجهه وجهيسة ثلاثة صدح جير ثم يمضمض والغلقان جيري ويستنشق والسندارسن جيري ثلاثة ثم داتر يغسل وحميري جيرو يديه لبيس قعمود ثم يمسح برأسي مدحي سبياكو مسيح جيري وقبلنا سوا حاجة وركب بلاوي حاجة دمبك جيني ومدبرنا سوا حاجة دمبك كيني حاجة وركيني ثم دبتنا عكس كان والله معنى كرا ثم يغسل وامير كري رجليه لبدي سلوات بو مير كري مركا حديث كان سجنا وحود ليشان يا مؤلف كو إلو غشدي صدار سجلا قدام بيسين كرا مير استوتشي قعموها كبدام بيان به لكن السجل لفتي سروا حديث ضعيف وي وعبد الله بن محمد بن عقيل بسند كيس كتيرة وعلماء بدنا ضعيفين حق حفظ جمرك الله جاي ابن معين أبو أحمد الحاكم ابن المديني ابن عيينة الفسوي كذلك ابن خزيمة الترمذي أي ماذا صرنا من ضعيف إنه جاي بيت المعبد ولهذا حديثك ضعيف وي باب المبالغة ku xeel dheeraanshii buu baabiyay filistin shaqi sandaarsiga lagu xeel dheeraado an laqit ibnu sabra qala wuxuu qultu wuxuu ya rasuul allah akhbirni gowr aan wuduu weysaysiga qala wuxuu asbaqil wuduu weysaysiga dhameystir maana isbaaga maxaa looga jeeda al inqa istikmaal adwarta xubnaha dhameyd xubnaha nasifi aan unadiifi ويساد ويسو يعني هنا قلت ليش كوا فقسي سحديد علماء ضاعوا لما يش كوا فقيان سحديد يعني محل خلاف يعني نقول ويساد وخلل بين الأصابع فرح أنا فرح دح جلي سيبيه قاران كوا لغة يكوا قعمها بعد وبالغ كحل دارو في الاستنشاق الصندار سيغا وهالك قدام بيسي قارسي بياسن كاد قلي ريسو هالك قدام بيسي قاد قارسي انكرت قارسي مبالغاد هو بلوغ نهاية الشيء والشيء قبق قبدي سيال قدام بيسي لقارو إلا أن تكون صائما إن الصومان تهيمو يعني مركها كحل داران سيانة بيو مركها دلقاد وقارن رواه الخمسة وصحيح الترمذي وهي حديث كان وحو الدليل يهي المبالغة في الاستنشاق صندار سيقان لغو حيال ديرادا النبي عليه الصلاة والسلام وأمري وارين دانو عاسي سنة إتاي وانا قفكي آن صومانين قفكي صومانا مركاي ساقا لوما أقلا هدو مركا مبالغة سما يو كو حيال ديرادا تاسينا يكنتين بيو علوشي ساو دادعا صوم كو كتشبايا ويارين تاسوحي كندلتي خلط إساقو أقلا قفك صومان لوما أقلا يو كو حيال ديرادا صندار سيقان وخلل بين الأصابع التخليل بين الأصابع فران يكوى اللغهبة فراك للا رحق ليو سي بيو قاران يدنا حديث كوى أمري لكن أمر كاسي واتبين ما فائدين يوحو فائدين يستحباب يصنين سعو لماذا بدن كودا يكون تقيل وهدي أي بيو اسكود قاران فراها دحدود هدي سيان بيو سك لكو قاران فراها دحدود illa in faraha la kala dhex galiyo mooyaan saqofka isku dhageeyeen fariisu garan kuwa lagu ho marka in faraha la kala dhex galiya waajib bay noqonaysa way waajibkii oo maydista halka faraha u dhaxeysa ayaan dhameystirmayn ilaa sida la yeelo laakiin haday bii iskaba gaarayaan iyadoo faraha la kala dhex galin in faraha la kala dhex galiya dadaal dheeraad ayuu bay noqonaysa sunnay noqonaysa way maqsuudku waa haasi maqsuudkii takhliilka laga lahaa وعلى سويدين كراس حابقو نبيقو ويسدو ويديه نبيقو عليه الصلاة والسلام حيوصلنا يا لابو شاك
say taasi ku dhacday taa jawaabteedu waxay noqonaysaa in la yiraahdo saxaabigu uu garanayay usulul wudu arkaantii iyo waxyaabihii weysada asalka u ahaa lihadaaba nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ka maqnaan kara ama ay dhici karta inay ka maqnaadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu kordhiyey وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا للنبي استنثروا أي استنشقوا صندار صدى مرتين إلى وجهر وبالغتين وحيل دير أو ثلاثة أو صدح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة مركاه رب الصين وشيقني استنثارك بمعنى الاستنشاق نوى الله استعماله بياسنك إلا قليو يين لقى صار الله استنثار ولا رضا marka istanthiru halkan macnaheedu waa istanshiqu marratayn baligatayn aw thalath laba jeer xeel dheer ama saddex jeer biyi sanka galiya macnaheedu waa sidaas weeye hadithkii hore ayuu marka la mid yahay baligh fil istinshaq illa an takuna saima laba jeer in la sandaarsado iyo saddex midna waajib maaha qol wuduu marra buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nebigu hal mar ayuu mayray xubnaha oo hal mar baa ku filan labada iyo saddexdiba markaa waajib maaha waa sunna uun baabu ghasl mustarsil kii sii daysnaa meedhistiisa u baabi min alixyati xaalo kaa sii daysana garhka uu ka mid yahay anaa garhku dee wejigu ku yaalaa markaa garhkii miyaa la maydhayaa dushaa laga maydhayaa ma ilaa gunta in la maydho ayaa waajiba garhkii markaa wejiga ka baxsana mustarsigu alkhaarij can xaddi lweji waa garhka dheera dee xadkii wejiga dhaafa ee ka baxsan can camr ibni carasa qaala wuxuu ihi qultu waxa ihi yaa rasuul allah xadithnii iga wara can alwuduui weysaysiga qaala wuxuu ihi maa minkum min rajulin nin idinkaa mid ahaa yuqaribu soo dhawaysta wuduahu biyuu ku weysaysan lahaa fayatamadmadu markaasi luqluqanaya wayastanshiqu sandaarsanaya fayantahir biyihii sanka uu geleys ka soo saaraya ilaa hadduu sidaa yeelana kharat ay saqatat waxaa dhacda khataaya fiihi dembiyada afka uu ku galay ayaa luqluqashada iyo sandaarsigaas lagaga dhaafaa wa khayaashiimihi iyo kuwii uu ku galay sanka macalmaa biyaha ayay dembiyadaasi raacaan waa kinaaya canilmakfira ana waa loo dembi dhaafaa weye maydhistaas sababteed uma dabeetana idaa qasala markuu maydho wajahu kamaa amarahu llah siduu ilaahay amray ilaa hadduu maydho kharat waa dhacdaa khataaya wejihi gafafkii wejiga uu ku galay min atraafi lixyatihi dacallada iyo darafyada garhkiisa ayay ka daadataa macalmaa biyaha iyadoo la socota xadiidku halkuu baab ka khuseeya waa halkaa uma yaqsilu wuu maydha yadayhi ila almirfaqayn ilaa haddii ay dhacdana kharat waa maydha waa daadataa khataaya yadayhi gafafkii uu ku galay gacmaha min anaamili farihiisay ka daadataa xubnaha faraha macalmaha biyaha iyadoo la socota uma yamsaxu wuu masaxayaa bira'sihi ilaa hadduu sidaa yeelana kharat waa daadataa khataaya ra'sihi gafafkii madaxa uu ku galay maca atraafi shacrihi timihiisa darafyadooda ayay ka daadataa macalmaha biyaha iyadoo la socota uma yaqsilu wuu maydhaya qadamihi ila alkacbayn ilaa kuraamaha ilaa hadduu maydho kharat waa dhacdaa khataaya rijlayhi gafafkii lugaa uu ku galay min anaamili faraha ayay ka dhacdaa macalmaha biyaha iyadoo la socota akhraja muslim rawa axmed waqaala fiihi uma yamsaxu ra'sahu kamaa amara allah uma yaqsilu qadamayhi ila alkacbayn kamaa amarahu allah xadiidkan wuxuu ka mid yahay xaadiida fadliga weysada tilmaanta oo anahu saabun limakfirati dunuub yaynu saab u yahay dhaafista dembiyada iyo dembiyadu inay raad kaga tagaan dadka xubnahooda siduu ilaahay yidhi kallaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun weysaduna ay ka mid tahay raadkaa xun iyo wasaqdaa dembiyada xubnaha ay kaga tageen waxyaaba ilaahay addoonka uu kaga maydho waxa xadiidku markaa uu tilmaamayaa in garhka sii daysan xadka wejiga ka baxsan in la maydhayo oo dusha laga maydhayo oo halka uu daliil ugeyna waynu tilmaanay إذا غسل وجهه كما أمر الله خرت خطايا وجهي من أطراف لحيته مع الماء مركا قركو هدو يهي لحية كثيفة قرو حويان عفان أو تشيرك كوسية ديرة كوسية أن لا أركا هين دوشا إن لغم ما يرو إلا هالكا تبيسوا يكون ما أدان
ayaa waajiba. Wuxuu yidhi mu'allifku raximahu llah, fahada xadiidkan yadullu wuxuu tusinaya calaa ana qasla wajhi wejiga meedhistiis almaamuura biyee lays amra yashtamilu inuu koobsanayo calaa wusuuli ilmaa biyihi inay gaadhaan ilaa atraafi lixya ilaa gadhka darafkiisa oo dee weji waxa dhaa maa taxsul bihi lmuwaajaha, qofku wuxuu cidda kale ku waajo. Markaa gadhkii markaa wejiga ayuu ka mid yahay. Hadduu weyn yahay oo markaan ay mashaqiya dhibaato ka dhalanaysa in biyihii guntiisa la gaadhsiiyo dusha in laga meedha, ugu yaraan waa waajib. Fasiluu wujuhakum ayuu soo gelaya. Wafii waxaa ku sugan xadiidkan daliilun daliil tusinaya calaa ana daakhila alfam afka gudihiis iyo walanf iyo sanka gudihiisu laysa min alweji wejiga inaanay ka mid ahayn. Masaladan hore usii ishaaray afka iyo sanka gudihiisu wejiga inaanay ka mid ahayn buu u daliil yahay buu. Oo halkuu daliil uga yahay waxaad aragtaa in la kala qaaday madmadad iyo istinshaaqiina gooni baa loo sheegayo in wixii afka uu ku galay iyo sanka lagaga dhaafay ayaa la sheegay, wejiga meedhistiisiina mar labaad baa gooni loo sheegay. Markaa taas waxay tusinaysaa afka gudihiisa iyo sanka gudihiisu wejiga lays amray ilaahay meedhistiisa ilaahay uu yidhi faqsiluu wujuhakum inaanu ka mid ahayn. xayu bayana meel uu caddeeyey ana qasla alwaji wejiga meedhistiisa almaamuura biya lays amray gayruhumaa labadooda inaanu ahayn. wayadul waxaa kaluu tusinaya calaa masxi kulli ra'si madaxoo dhan in la wada masxo. xayu bayana meel uu caddeeyey ana almasxa masxitaanka almaamuura biya lays amray yashtamilu inuu koobsanayo calaa wusuuli ilmaa biyihii inay gaadhaan ilaa atraafi shacri timaha darafkoodii halka ku dhammaadaan inay gaadhaan oo kama amarahu llahuna waa la raaciyay uma yamsaxu raasahu kama amara allah. Markaa siduu ilaahay amray markuu wamsaxu biruusikum inay sidaa tahay madaxa la wada masaxo ayuu xadiidku fasirayaa daliil u yihi. wayadullu wuxuu kaluu tusinaya calaa wujuubi tartiib tartiibi inay waajib tahay fi lwuduu weysaysiga dhexdiisa laanna wasafa murataban waayo weysadii buu sifeeyey iyada oo tartiibsan oo sidaad arkaysa dee uma ayaa laysugu wada cadfay umaduna tartiib bay faa'iideynaysaa. waqaala wuxuu yidhi fii mawaadica minhu meelo kamida xadiidkana wuxuu ku yidhi kamaa amarahu llahu caza wajala. Markaa weysada ilaahay subxaana watacaala uu amray addoomaha taxadiidkaa ku xusan inay tahay ayaa taasina ay faa'iidaysay. wallahu aclam waxkam wabilaahi tawfiiq, sala allahu calaa nabiyina maxamed.